مرحبا، كيف الحال؟ اليوم بدنا نعمل كيك بس بطريقة مختلفة عن الماضية. حطينا 4 بيضات، برش ليمونة كبيرة، ومعلقة واحدة ممشوحة من الفانيلا. بتقدروا تستغنوا عن الفانيلا لأنه هلأ بنشوف شو رايحين نحط، أو أكيد رشة ملح. وهي الطريقة طريقة ماما وستي. وهي كاسة منعبيها سكر بني وبعدين نخلطهم منيح بصيروا زي الكريمة. وزي ما انتم شايفين خلطناهم كتير منيح، لا تضيفوش البيكربونات لانه طعمته بصير مش زاكية. كمان اضفنا زيت عباد الشمس اللي هي 3/4 الكاسة، اللي تقريبا اكتر من النص بشوي. وهي الصينية جهزناها، عبيتها زبدة زي ما انتم شايفين كلها، والحواف كمان. غسلنا كم من بردقانة صغيرة علشان نعصرهم، برشنا بردقانة، اضفنا كاسة عصير بردقان عصرناه واضفنا، واضفنا مع التنخيل كاسة ونص طحين، لا تزيدوا عشان الكيك ما يطلع ناشف، وثلاث ملاعق صغار بيكنج باودر. خلصنا خلط بسرعة واحد، وهلأ بدنا نخلطها بمعلقة عادية. صبيت الخليط على الصينية، وهسا شغلنا الفرن على حرارة 180، لازم يكون حامي الفرن، وبعد نص ساعة بنتأكد إذا استوت أو لا بعودة خشبية. كمان إنه العودة الخشبية إذا غرزناها بعد النص ساعة، بعد ما يعني نحطه بالفرن بالأول، إذا طلع عليها سائل معناه لسه بدها كمان، من فرن لفرن بيختلف. تقدري تحطي الكيك بقالب، بس نحن بنفضل بصينية. وهاي الكيكة طلعناها هلأ من الفرن بعد نص ساعة، بدنا نستناها تبرد ساعة ساعتين بعدين بناكلها. صحتين وعافية.